الأوروبي ودوله الأعضاء هم أكبر منحي التمويل من أجل المناخ في العالم. مثلا نغسل سنننا ما نقدرش نطحن الحنفيه، هو كده يعرفني ان انا انتبه للمياه، احافظ على المياه ما يرميش حاجه في المياه. كمان ميه المطر بتخلي النبات يطلع لوحده، والجو هنا في مصر معتدل. يوم النهارده كان مسلي قوي. النهارده انا استمتعت باليوم الجميل ده ولعبت العاب كتير قوي.